مدينة الشتاء، ارتبط اسمها بفصل الشتاء، فدرجة حرارتها تقل عن الصفر ليلاً في تلك الأيام. هي مدينة سانت كاترينا المصرية التي تقع على الأماكن المأهولة في سيناء على هضبة ترتفع نحو 1600 متر فوق سطح البحر، وتحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء بل وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرها. تتميز مدينة سانت كاترين بمناخها، فهو معتدل في الصيف شديد البرودة في الشتاء، مما يعطي لها جمالا خاصا عندما تكسو السلوج قمم الجبال. شهدت المدينة خلال الأيام القليلة الماضية ظاهرة شتوية لم يعتد المصريون عليها، وهي تساقط الثلوج على جبالها وأشجارها لتتزين باللون الأبيض الذي جعل منها لوحة جمالية. ومع انتشار الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ازداد شغف الكثير لزيارة المدينة في هذا التوقيت والجو المختلف. وإذا كان لهذه الثلوج التي تتساقط على المدينة فائدة جمالية للمدينة، فهي أيضا لها فائدة حياتية ومنفعة كبيرة لأهل المدينة، ويستفيد أهل المدينة من تلك الثلوج في زراعتهم التي هي مصدر رزق لهم، حيث تعاني المدينة من ندرة المياه، وهنا يكون لتساقط الثلوج فائدة كبيرة تساعد في توفير المياه من خلال تجميعها في آبار تحت الأرض. وتشتهر المدينة بكونها مدينة سياحية، فقد أعلنت محمية طبيعية في عام 1988، وتشتهر بالسياحة الدينية وسياحة السفاري وتسلق الجبال، ويمثل دير سانت كاترين مزاراً مهماً للسياح، وقد بني في القرن السادس الميلادي. وتعد السياحة مصدر رزقاً لسكانها، فأغلبهم يعملون أدلاء وأصحاب إبل، يقومون بنقل السياح إلى الوديان مقابل أجر جيد، وتنتعش الحركة الاقتصادية في المدينة في ذلك الوقت من محلات ومطاعم وغيرها من مصادر الرزق. يوجد بالمدينة نحو 600 بدوي يعملون كدليل مع السياح، و500 من الإبل لمن يريد الصعود راكبا إلى قمة جبل موسى. وطريق الصعود لجبل موسى يوجد به نحو 18 كافاتيريا يعمل بها نحو 150 فرداً.